بداية حديثنا مشاهدينا راح تكون من فقرة تاج العافية، وراح نحكي اليوم عن الكلية وهذا الجهاز الرئيسي بالجسم واللي بيلعب دور كتير كبير بتنقية الدم وتصفيته من الشوائب ومن النفايات، وأيضا طرح السوائل خارج الجسم والسوائل الزائدة عن حاجات الجسم وأيضا المضرة بالجسم. صحيح، لذلك توقف الكلى عن العمل بشار بالجسم له أضرار عديدة وخطيرة، وفي حال تطورت الحالة ممكن توصل لحبس السوائل وتوقف ورم بالساقين والذراعين وارتفاع ضغط الدم. اليوم رح نحكي كل هاي التفاصيل مع الدكتور بسام سعيد، اختصاصي امراض الكلى عند الاطفال. اهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيك العافيه. يا هلا، شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا فيك دكتور معنا لليوم. خلينا بالبدايه ناخذ شرح وتوصيف لعمل الكليه تمام. داخل الجسم. تمام. بالحقيقه انا بحب بلش بالقول بانه الكلى يقال عنها بانه هي العضو الصامت في جسم الانسان. العضو الصامت ليش؟ لانه بتشتغل الكليه ونحن ما بنحس. هلا في اعضاء بالجسم بتشعر فيها انت، القلب لما بتركض بتحسه عم ينبض، تنفس عم تتنفس، العين عم بتشوف فيها، الكلى لا تشعر بها عندما تكون سليمه طبعا. تمام. الكلى طبعا هي ميزان في جسم الانسان، ميزان ليس فقط للضغط او للسوائل، لكل شيء حتى للدم. الوظيفه الاساسيه للكلى هي التنقيه الدمويه. التنقية بتعرف بالجسم في شيء اسمه استقلاب. صحيح. استقلاب كل ما نأكله نحن يتم استقلابه في الكبد، يتم امتصاصه في الجهاز الهضمي ثم يتم استقلابه في الكبد، وكل الفضلات مثل ما ذكرت حضرتك من شوي، كل الفضلات التي تترتب على هذا الاستقلاب تقوم الكليتين بطرحها. الكليتين لا تطرح إلا الفضلات الضارة. البول هو عبارة عن ليس فقط ماء، وإنما كل شيء ما كل ما زاد عن الاستقلاب من فضلات وسموم تطرح الكليتين. هي أهم وظيفة من وظائف الكليتين، طرح الزائد من السوائل، طرح الفضلات والسموم. اثنين، الكلية لها عمل آخر اللي هو تنظيم السوائل والشوارد وضغط الدم. نحن جسم الإنسان يجب أن يعيش في توازن. التوازن ضروري لعمل الخلية. التوازن هذا المطلوب في السوائل، في الضغط، في تركيز الشوارد، في عندنا الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور، عدد كبير جدا من الأملاح. صحيح. الموجودة هي لحتى تعمل خلايا جسمنا، كل خلايا جسمنا بكل الأعضاء لحتى تعمل بشكل نظامي، مفروض هالمعادن هي أو نسميها الشوارد يجب أن تكون بتراكيز معينة. الكلى تقوم بالحفاظ على هذه التراكيز ضمن القيم الطبيعية. طبعا. من وظائف الكلية برضو المهمة هي الوظائف الهرمونية، لذلك الكلية هي شيء ربما في كثير ناس ما بيعرفوه، هي أحد أنواع الغدد، هي نوع من الغدد، لأنه هي تفرز هرمون كثير مهم جسم الإنسان اسمه هرمون الإريثروبويتين، هو اللي بيساعد على توليد الكريات الحمراء ويحث ويحرض على توليد الكريات الحمراء، وبالتالي لذلك المرضى اللي بيصير عندهم قصور كلوي بيصير عندهم فقر دم. صحيح. أول علامة من علامات القصور الكلوي إنه بيصفر لونهم، ممكن تكون هي السبب اللي تخلي المريض يروح على المخبر يعمل تحليل ليكتشف انه عنده قصور كلوي. لذلك توليد الدم، طبعا الدم يتولد من نقي العظام بس، ولكن بحاجه لهرمون يحسوا على هالشيء تفرزه الكليتين. تماما دكتور، اذا ما الامراض التي تصيب الكلى تحديدا؟ تمام، هناك عدد كبير جدا من الامراض. اولا كاي عضو يصاب بالالتهاب، والالتهابات بتصيب كليتين نوعين، ممكن تصير بالتهابات جرثوميه مثل اي انتان بولي. الانتان البولي مو شرط يوصل للكلية، بس إذا وصل للكلية ساعتها بنسميه التهاب حويضة وكلية، مش بس عبارة عن التهاب مثانة. فلذلك الانتانات الكلوية هي انتانات يجب أن تعالج بشكل جدي، وإلا قد تؤثر على وظائف الكليتين الالتهابات. ثانيا في عنا الالتهابات المناعية، في أمراض مناعية بتصيب الكليتين، هي بنسميها نحن التهابات الكبد والكلية، هي برضو تعالج غالبا بمثبطات المناعة، واحيانا غالبا تستجيب على المعالجه، احيانا لا تستجيب وتتحول الحاله الى حاله مزمنه، وقد يدخل المريض في قصور كلوي. الكلى معرضه طبعا تنصاب بعدد كبير من الامراض، من ضمنها الحصيات على سبيل المثال. الحصيات ممكن تصيب الكليتين وتاثر على عملهم، ممكن الحصيات تسد الطرق البوليه وتعمل اعتلال كلى لانه بينسد مجرى البول. الكلى معرضه لامراض خلقيه، خاصه انا كوني طبيب كلي عند الاطفال، نحن بنصادف كثير امراض خلقيه في الكليتين، امراض ولاديه. التشوهات هي كثيرة ومتعددة، لا يتسع الحديث عنها. الكلى معرضة برضو كمان للإصابة بالأورام، قد تصاب بالأورام السليمة أو الأورام الخبيثة، قد تصاب بتشوهات، قد تصاب برضوض ونزوف إلى آخره. لذلك هناك جملة طويلة عريضة من الأمراض، في أمراض وراثية كمان. صحيح. ما لازم ننسى نحن أنه في أمراض وراثية تصيب الكليتين، والأمراض الوراثية مو شرط تتظاهر باكرا في الحياة،
يعني في مرض اسمه الكلية عديدة الكيسات على سبيل المثال. صحيح. كلية عديدة الكيسات قد يظهر عند الأطفال وقد لا يتظاهر حتى سن 30 أو 40. صحيح. مع أنه هو وراثي المنشأ، بس مو كل شيء وراثي لازم يبدأ من وقت ما بيخلق. صحيح. طبعا، بس هي التربة بتكون موجودة منذ البداية، أما الكيسات ما بتظهر إلا بعمر 30 أو 40. ولا بأي آلية تشخيص دكتور ممكن تظهر عند الأطفال الأمراض الوراثية؟ إحنا الأمراض الوراثية هي متنوعة طبعا، من ضمن الداء الكلوي الكيسي. هلأ هي تشخيصها بيكون سهل لأنه عادة يحتاج فقط إجراء إيكو للكليتين، بنشوف نحن إذا النمط الطفلي هذا بيكون الكليتين كبار ضخمين بالحجم مع نقص بالتمايز، أما إذا النمط الكهلي بنقول بيكون بنلاقي في كيسات مثل حبات العنب بحجم صغير أو كبير بحسب سرعة تطور المرض. طبعاً هذا يسبب تراجع في وظائف الكليتين مع الوقت، ولذلك هذا بحاجة لمعالجة، وقد تكون المعالجة يعني طبعا أحيانا غير كافية لأنه هذا مرض وراثي، أنت ما فينك تغيري بالمعالجة من التركيبة الوراثية لجسم الإنسان. هذا المرض مع الأسف ينتهي بالفشل الكلوي. صحيح دكتور. اليوم يعني بعض العادات الخاطئة، بعض المشروبات أيضا الخاطئة، كافيين، تدخين، إلى ما هنالك من العادات اليومية اللي ممكن يعملها الإنسان أو الشخص بالحياة، قديش ممكن تأثر وتكون سبب ربما لتحريك أيضا يعني بعض المشاكل الوراثية، ممكن تحريك بعض الأمراض اللي بتكون مستقرة نوعا ما، أو ممكن أيضا تسبب لنا مشكلة جديدة. تمام. هلأ في كتير عادات سيئة تسيء لكل جسم الإنسان بما فيه الكليتين، بما فيه التدخين والكحول. التدخين يضر كل أعضاء الجسم وكذلك الكحول، لأنه كل شيء فيه عضو، كل عضو فيه أوعية دموية سوف تتأذى سواء بالتدخين او بالكحول. خاصة الكافيين، يعني بعد القهوة اوقات بنحس بقلق. يعني حتى بتحس بتقل بالخواصر. تمام. او بالمشكلة بالكلية. هلا المشكلة الكافيين بالحقيقة هو له فوائد مفيدة جدا. كثير في دراسات بتحكي عن انه هو قد يقي من حدوث الحصيات الكلوية، بالإضافة لتأثيراته الثانية اللي بتخلي الإنسان يشرب القهوة. الكافيين بالحقيقة يعني إلا إذا الإنسان بالغ. هلا التوصيات المعتمدة اللي هي لحتى تاخذ فوائد الكافيين، ما لازم يتجاوز تناولك من القهوة يوميا بين 100 إلى 120 ملغ، وهذا بيعادل 3 أكواب من القهوة. هلا أكثر من 3 أكواب من القهوة بتنقلب الأمور، بتبطل القهوة مفيدة، بتصير القهوة ممكن ضارة. صحيح. طبعا بس نحن إذا نحكي عن العادات السيئة اللي ممكن تأذي الكليتين، بدنا نركز على موضوع البدانة. البدانة طبعا أو زيادة الأكل والسمنة ونقص الحركة ونقص التمارين وتراكم الوزن، هذا كله بيسبب عبء على الكلية، لأنه مين المسؤول عن تنقية الكليتين؟ ممكن تلاقي رجل وزنه 70 كيلو، ممكن تلاقي رجل وزنه 140 كيلو، تماما هذا ضعف. هذا طبعا هذا الوزن الزائد هو كله بشكل عبء استقلابي، طبعا هذا يرهق الكليتين وقد يؤذي الكليتين. لذلك نحن طبعا كمان كل ما يصح على باقي الأعضاء يصح على الكلية، وبالتالي تنزيل الوزن هو يريح الكليتين. هلا في عادات غذائية كمان ممكن تأذي الكليتين. هذا اللي بدنا نحكي عنه دكتور. طبعاً. الأغذية اللي ممكن تضر الكلية شو هي، والأغذية اللي لازم نحن نتناولها لحتى يحسن عمل الكلية؟ حتى يمكن شام أيضا نستغل الوقت يعني كونه راح يداركنا ونحكي شوي عن المشروبات اللي ممكن اليوم تتاخذ أيضا تفيد الكلية ويقال إنه بتسهل عمل الكلية. طبعاً. هلا نحن لازم يكون لحتى الكليه مرتاحه لازم يكون انسان معتدل في سلوكه، يعني اذا بده ياكل ملح يخفف، ما ياكل ملح كثير حتى لو هو سليم. الافراط في تناول الملح هذا طبعا الكليتين هي وظيفتها تطرح الملح الزائد وقد يرفع التوتر الشرياني. الافراط في تناول البروتين، كنا عم نحكي شو الاكل اللي هو ممكن يكون مؤذي، الافراط في تناول البروتين كمان بيشكل عبء على الكليتين، لانه البروتين يستقلب الى البوله والبوله تطرح الكليتين. فكل ما انا مشان هيك نحن مرضى القصور الكلوي اول ما بننصحهم بالحميه تبعهم مرضى القصور انه يقلل من تناول البروتين. البروتين طبعا موجود عموما باللحوم كبروتين حيواني، وموجود بالبقول مثل الحمص والفول والى اخره، هذول البروتين النباتي. فالاكثار من البروتين مثل اللي بياكل الواحد 10 سياخ كباب مثلا، طبعا هذا كله بيشكل عبء على عمل الكليتين. هلا بالنسبه للشرابات اللي انت حضرتك المشروبات اللي ممكن تكون مفيده للكليه، هلا بالحقيقه عصير الفواكه كثير مفيد. ليش؟ لانك انت ممكن تشرب كاسة عصير بردقان على سبيل المثال، هلا هي بيكون كذا بردقانة، وبالتالي انت عوض ما تاكل جزء انت ما تقدر تاكل بردقانتين 3 4. صحيح. بينما انت بكاسة عصير اخذت هالفوائد الموجودة منها. ومشروبات الاعشاب دكتور؟ الاعشاب موضوع اخر. هلا بس نخلص من الفواكه. أوكي. الفواكه كثير مهمة. ليش؟ لانه مهمة الفواكه. الفواكه فيها انتي اوكسيدنت او مضادات اكسده، فكل شيء فيه مضادات اكسده بيعمل حماية للخلية وبيعمل حماية للكلية، لذلك عصير الفواكه جدا مهم لتضل الكلية منتعشة وبوضع بعيد عن الالتهاب، لأنه كل ما أخذت أنتي أوكسيدنت كل ما قل احتمال تعرض كلويك للالتهاب. هلأ إذا بدنا نجي على الأعشاب، هذا الأعشاب
يعني أنا صراحة شخص من غير لست مروجا لتناول الأعشاب، لأنه الأعشاب هي في بعضها مفيد، أنا ما بنفي هالشيء طبعا. في كتير أدوية أصلها أعشاب، مو كل الأدوية التركيبة، في أدوية أصلها أعشاب. هلا في بعض الأعشاب الصينية يقال، وفي بحوث على هالموضوع، في بعض الأعشاب الصينية، طبعا نحن ما في داعي نفوت بالأسماء لأنه الوقت كمان ما بيسمح، في بعض الأعشاب الصينية بتلعب دور مفيد في منع تطور القصور الكلوي المزمن، أو في إبطاء تطور القصور الكلوي المزمن. بس في كتير أعشاب ممكن يسوء استخدامها، بمعنى أنه مريض، نحن كتير بنشوف مرضى عم بيراجعونا بقصور كلوي مراحل متأخرة، السبب ما راجعوا الطبيب لأنه هن سمعوا البعض قال أنه خذ أعشاب تتحسن أنت، فأخذوا أعشاب وبطلوا يراجعوا طبيب والمرض عم يتفاقم معهم. فنحن ما بدنا نعتبر أنه الأعشاب هي شيء سحري، لا، ما في شيء سحري، في أعشاب مفيدة وفي أعشاب ضارة، دائما في رأي طبي، في رأي طبي، فما لازم نلجأ نحن للحكي الشعبي وفلان قال لي ومدري هذا أخذ الحبة هي تمام، هذا فلان ممكن هذا الأعشاب يفيد فلان، بس ما يفيد فلان. نشكرك يعني، للأسف دهمنا الوقت ولكن أخذنا معلومات قيمة منك، شكرا كثير لحضرتك. شكرا لكم لاستضافتكم، الله يعطيكم العافية، وأكيد الصحة والسلامة ترافق الجميع، كل الشكر لوجودك معنا دكتور.